أي بعد انقضاء ساعتين. والله شوف هذه ممكن يكون في خلل عندهم في السيرفرات عندهم أو شيء من هذا القبيل، أنا ما عندي علم بالأشياء الإلكترونية، ولكن هذه القضية ترى في قضية مشابهة لها حصلت في بين الاتحاد الإنجليزي ونادي توتنهام هوتسبيرز أعتقد. نعم. وكان الفرق أعتقد 10 دقائق وكسبها النادي، فإحنا مش مسؤولين عن سيرفرات أو شيء من هذا القبيل، إحنا مسؤولين عن الإيميل اللي صدر من النادي وفي الوقت المحدد، وهناك أسانيد قانونية أخرى ودفوعات قانونية سنرفقها أيضا غير هذه الصورة أيضا. نعم. حق النصر إن شاء الله ما يضيع بإذن الله تعالى. كيف يمكن إثبات عبد الله؟ هل ممكن أن يطلع